المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. حياكم الله عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوى، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة الشروق الفضائية. شرع الله للمسلمين عيدين، أحدهما عيد الأضحى ويأتي بعد تأدية فريضة الحج، والآخر عيد الفطر ويأتي بعد صوم شهر رمضان، الأمر الذي يزيد من بهجته ويدخل الفرحة والسرور إلى قلوب الجميع خاصة الأطفال، علما أن الناس يصلون أرحامهم فيه ويتبادلون الهدايا، مما يزيد من روابط المحبة والأخوة بينهم. ولا بد من الإشارة إلى أن لعيد الفطر أحكامه الخاصة به، والتي يفضل اتباعها لنيل كامل الأجر وللفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم من برنامج فتاوى نتحدث عن أحكام العيد مع فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن. حياكم الله يا شيخ، وكل عام وأنت بخير. جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك. كذلك أرحب بكم أنتم أينما كنتم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل، أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، أو لمستخدمي تويتر عبر هاشتاغ فتاوى قناة الشروق، أو عبر رقم الواتساب. وكذلك بإمكانكم متابعة هذه الحلقة عبر البث المباشر لموقع زين على الفيسبوك. نسعد بكم دائما وباتصالاتكم. بسم الله نبدأ يا شيخ. لعلنا نتكلم في هذه الحلقة عن أحكام العيد، هل هناك أحكام معينة للعيد ينبغي للإنسان أن يقوم بها وأن يأتي بها؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من هذا الحديث أخذ العلماء على أن الفرح والبهج والسرور يوم العيد من سنة الإسلام، وإن اللعب المباح أكثر إباحة في يوم العيد. وطبعا العيد اللي هي من أول باب من سننه اللي هي صلاة العيد، وصلاة العيد سنة مؤكدة، وإنها ركعتين وعند خطبتين زي الجمعة. بس الفرق بين خطبتين بين الجمعة والعيدين، الجمعة فرض والعيد سنة مؤكدة، والجمعة الخطبة قبل الصلاة، أما العيد الخطبة بعد الصلاة. هذا بعدين خطبة العيد نبدأ، خطبة الجمعة نبدأ بالحمد لله، خطبة العيد نبدأها بالتكبير الله أكبر، وخطبة الجمعة تصلي في المسجد، خطبة العيد تصلي في الفضاء، إلا في حالة عدم الفضاء صلي في المسجد. أهدي وبعدين ممكن نشرح كيفيتها ولا؟ نعم ممكن نشرح كيفيتها. طبعا صلاة العيد الناس أول ما زول صلى الصبح وجا البيت يشوف في الصيام بتاعه بأنه يشرب لي شاي وكل بسكويت وكل أي حاجة عشان نثبت أنه فك الصيام من السنة، أن زول صباح عيد الفطر المبارك وكل حاجة عشان يثبت انه ادى الفرض وفطر. بعدين كان الزول يغتسل يتوضا ويلبس احسن ثياب ويتحرك لمكان صلاه العيد، ومن يطلع بيته يكبر وهو لما يشهد صلاه العيد التكبيرات المعروفه دي: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، لغايه ما يوصل مكان صلاه العيد. هناك محضرين مجهدين الميكروفات وفارشين البروش في الفضاء، وبيبتدي ما في صلاة قبل صلاة العيد، ما في تحية مسجد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد ولا بعد العيد، يعني ما صلى ركعتين قبل صلاة العيد ولا بعد العيد، ما في تحية مسجد، تكبر لأنه مصلى، أي وتكبر 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 لغاية ما يجي موعد الصلاة. المؤذن بدل ما يقول يقيم الصلاة يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والناس يقوموا في الصلاة ما فيها إقامة، بس يقول الصلاة جامعة، والناس يقفوا طبعا صفوف، يساوي صفوف، يتقدم الإمام يكبر تكبيرة الإحرام. صلاة العيد أول حاجة الركعة اللي يقف في الصف يرفع اليدين يكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. دي التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام دخل في صلاة العيد. بعد ذاك يشيل نفسه: الله أكبر، والمصلين وراه يكبروا.
ثاني شيء النفس والله اكبر، 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. بعد تم 6 تكبيرات يبتدي يقرأ سورة الفاتحة. قرأ سورة الفاتحة يقرأ بعدها سبح اسم ربك الأعلى. كمل الله أكبر يركع يطوي الركوع. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يروح ساجد يجيب السجدتين. لما يقوم للركعة الثانية يقوم بتكبيرة القيام. يستعدل قائما. يستعدل قائما ندي الفرصة ثواني كده للمصلين يستعدلوا. طوال يكبر الله أكبر شان نفسه الله أكبر 5 تكبيرات. بعد ذاك يقرأ سورة الفاتحة والرقعة في الرقعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وتكمل فركع ورفع وقرأ التشهد وسلم. أول ما سلم طوال ينهض يقوم يقبل على المصلين ويمسك الميكروفون يخطب خطبة العيد ويبدأ بالتكبير ويذكر الناس بالعفو وصلة الأرحام والتسامح وحسن الجوار والبشاشة والمصافحة والتكريم والفرحة وزيارة الأرحام زيارة العجزة والمرضى المدسوين بين الحيوض في حيوض دساتر ناس كثيرين معوقين هذول يزورون يخفف عليهم ويقدم لهم الهدايا ويرفع من روحنا المعنوية. وكذلك دي اللي هي بعد ذاك نرجع للبيوت ما جينا بشارع نرجع بالشارع الثاني عشان نكتر الشهود. الشارع جيد ليش يشهد ليك والجارع رجحت بيشهد ليك. يا سلام. أهل عيد يوم فرح وبهجة وسرور. أما في سلبيات كده المطلوب نحن نتخلص منها والسهلات بقى متعلمين بناء نسوان على رجال التعليم انتشر. حق العادات القديمة ما لها أثر في الدين نخليها. زي شنو تجديد الحزن يوم العيد عندنا العادة دي منتشرة كل سنة يجي الناس آخر يوم زول مات في العيد يقول لك العيد حقه زول مات في رمضان في زول مات بعده لا يبقى العيد حقه مات قبل رمضان في زول بعده مات من العيد لا العيد حقه يجتمع في الزول المات حتى مات قبل العيد بشهر يجتمع في المكان ده ويجدد الحزن يأكله ويشربه يجدد الحزن على الأموات. دي سلبيات نخليها ما لها أصل نجعل الناس يعيدون أهند الميتين دي ندعو ليهم. كذلك من السلبيات الناس مثل صلاة العيد تلقى المقابر دي مغطى بالناس ما بتشوف التراب بس تشوف الناس مغطين المقابر دي كانوا العيد ده حق الميتين. الناس مثل صلاة العيد وما تلقون في المقابر نسوان على الرجال يزوروا الميتين كل زي مش يزور ميته شوف ده ودائر اليوم ده ما يوم زيارة المقابر أي الناس مش صلوا العيد المقابر في أي يوم تزور في مكانك في بقية دعيت لأبوك دعيت لأمك يمشي ونحن نفرح الميتين دي لسه هم زيارتنا اليوم ده ما بتفرحهم ليوم العيد نفرحهم بشنو نصدق لهم يوم العيد ربنا وسع عليك الرزق لك قبضة بتاع قريش اديها ليوم الأيتام أي اللهم وهبت ثواب القريدة لروح أميري وروح أبوي في نفس اللحظة الثواب شي لأمك أمك تحس به ينفعها في قبرها سعودي إن شاء الله لاستكمال بقية هذه المحاور إن أذنت لي أخذ اتصال من أم درمان. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. مرحب بك يا أم محمد. أيوة تفضلي. عندي أخو جرب نزل بالعربية. أخوك شنو؟ بخير عشان نزل من الشهرين متتاليين ديل. أيوة. جاب الشغل الليل. قال لي مصر عندنا انا اكون مكتوب معاك ابوك اخوانك والباقي كلهم تدري شوف الكلام صحيح ولا ما صحيح. طيب ذنبهم شنو اخوانه وابوه؟ والله ما اعرف انا غلطت فيه وقال لي اسالني 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 طيب ابوي قال لي الا ابوي ابو جاك سالت الشيخ انا. طيب تسمعي ان شاء الله تسمعي الاجابه. شكرا يا ام محمد شكرا. أم محمد تقول أخوها ضرب زول وربما يعني توفي هذا الشخص وسأله واحد قال يصوم هو ويصوم أخوه ويصوم أبوه الشهرين دي هما يصوم هو كمان معاهم كلام شنو ده يعني الزول ده قتل ضرب عن طريق الخطأ أيوة قتل أيوة هي قال وأخوانه كمان يصوموا معاه أخوانه وأبوه يصوموا معاه مجامل يعني ولا شنو والله ما بعرف يا شيخ كلام عجيب خلاص ما في الشرع في الكلام ده دي يعني من الحاجات المخالفة للشرع يمكن يساعدوه ويخففوا عنه الشهرين يخففوا عليه معليش يساعدوه في مصاريف في حاجة كده يعينه لكن في الصيام لا
والله الشرعي واضح، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآية. قال: فمن لم، هنا صيام شهرين متتابعين، الزول ما بيقدر يحتقر رقبة، يصوم شهرين متتابعين 60 يوم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والصيام ده لمنو؟ لزول الغاز. أما الشراكة تكون في شنو؟ في الدية. فتلقى لخبتت بدل ما الصيام قالت بدية قالت الصيام، لأن دية القتل الخطأ ما بيدفع القاتل براهو، لا هي ذكرت الصيام تحديدا. هاي يبقى نقول له أخوي بيت الندي، الناس ذي فهموا غلط، الصيام يصوم من زول القاتل بس، أما الدية تشترك معها العاقلة، العاقلة هو قريب المرء، القاتل من جهة العصبة، ولاد العم ولاد الأعمام الأخوان ديل يدفعوا الدية جبرا، يعني واجب عليهم يدفعوها شراكة مع بعض تدفع العاقلة. أما الصيام يصومه الشهرين متتابعين، أما القتل العمد إذا كان أهل القتيل قبل الدية يدفع المقتول براه. طيب أستاذنك أخذ اتصال من كسلة. صباح، السلام عليكم. أهلا، مرحب بك يا صباح. تمام الله، تفضلي. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد أسمعك. أهلا بيكي. الشيخ محمد أحمد حسن. أهلا، يسمعك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ عن حكم المصافحة. طيب. يعني عندنا نقص كده من قرايبي، يعني هو جدي بعد ما دخل البيت وسلم وقال السلام عليكم، وقال خش البيت وبيسوي البيت جاهز، يقول البيت جاهز، يعني وانا اللي شفت الكلام حتى انا لو قلت له شكلك كيف ما معك، يعني لا تهري، يعني دار يشوف راي الدين في المصافحه دي شنو، يعني الحكومه كيف او طيب. مثلا كي يشوفني ما يشوفني في الحته دي يعني. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه، شكرا يا صباح. تسال من حكم المصافحه يا شيخ. المصافحه للناس اللي بيحلوا ليكي ما بيحل لك تزوجوهم، ديل يسمون المحارم، العم الخال الأخ ود الأخت ود الأخت الجد، هذيل تصافحين في إيدهم احترام ليهم، ما فيها حاجة من بواحة. أما اللي بيحل لك تزوجون ولا خالاتك ولا عماتك، أي زول يحل لك تزوجيه سلم عليه بالخشم كده سابيل خشم بالإشارة، السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نعم، أحوط وأحسن. طيب زول اللي بيقول يا أخي إحنا قمنا لقينا المصافحة يعني وما فيها حاجة وأنا قلبي نظيف والأعمال بي بس بي 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 المقدم على قلب المصالح الأحوط، هو شرعي يعني حكم شرعي. أي شرعي، أي بالضبط شرعي، يعني زول كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صافح النساء. لكن هنا ده كمان ما نقدر ننكر إنه ما في نص صريح واضح يقول حرام قطعا مصافحة النساء، بل في حديث إنه الحديث اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أيسر عليه من يمس امرأة لا تحل له. هنا الأخوان قالوا حرام تمسكوا بالحديث ده، لكن بعض العلماء قالوا المقصود بالمس هنا مش المصافحة، المس اللي هو قال تعالى: وإن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، المقصود بالمالسين الملابس اللي بتوجب الغسل، ما الملامسة دي. أيوة. يبقى الحديث ده واحدين فسروا بالملامسة بتعلي، واحدين فسروا بيديه، لو خدنا برأي ديلك يبقى المصافحة ما في نص يحرمها، وإذا خدنا بداية يعتبر نص يحرمها، يبقى مسألة فيها إن. عشان كده الأحوط، نحن أسمعنا نقول حرام، نقول الأحوط إنك يا أخي البيت ما بيحل لك تتزوجهم ما تسلم عليهم، ما بيحليك تتزوجهم سلمهم، اللي بيحليك تتزوجهم ما تسلم عليهم بالإشارة كده أحوط بس. طيب أستاذنا كأخذ اتصال من الحاج يوسف عمار. مرحبا يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد وإسمامك أستاذ محمد أحمد حسن، الله يحييك. الله منا ومنكم إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا رب. خلص لك أستفسر عن عندي الوالد فاطر في رمضان بتعنى من الدكتور وهو مفترض اللي هو عليه الفدية لمدة 30 يوم اليوم بـ20 جنيه حسب ما أنا عارف. طيب ال 20 جنيه دي ينفع أنا أدفع مثلا هي حتكون 600 جنيه لـ30 يوم صحيح،
طيب ينفع انا ادي 600 جنيه دي لواحد محتاج انا بعرفه، ولا لازم ادي 20 جنيه ل 30 فرد خلال 30 يوم يعني؟ طيب حاضر ان شاء الله. شكرا. بالنسبة يا شيخ يسأل الأخ عمار الفدية، هل الستمائة جنيه دي كلها أديها لشخص واحد ولا حق كل يوم أدي لي مسكين؟ أيوة، ما تديها لشخص واحد ولا تدو كل يوم مسكين، تقوم تجمع القروض دي 30 20 في 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 في, في 30 600 جنيه، خدتها في ظرف، بعدين تسلم الأولاد في البيت، الأولاد بيعرفوا الجيران الفقراء أكثر من الرجال. في حي نداء الفقير منه، تقول له حجة فلانة ديكي زوجها ما شغال مسكينة رزق اليوم باليوم، عددهم كم؟ عندها 6 أطفال وهي وزوجها، 6 زائد 2 8، أضرب 8 في 20 دول حق 8 يوم. تاني منه فلانة ديك ما عندها ولادات أيتام، عددهم كم؟ 4 وهي 5، يبقى 5 في 20 دول حق 5 يوم. البيت داك فيه كم؟ 3 3 في 20 حق 3 يوم. بالطريقة دي تكون 30 مسكين أكلوا من الطعام ده. وزحت الكلام ده في يوم ماشي، في يومين ماشي، ما عنده قروش الساعة انتظر المهيب بعد العيد ماشي، كل شيء الدين يسر الحمد لله. هاي. رب العالمين الحمد لله. طيب لعلي أعود لموضوع اليوم يا شيخ حلقتنا الليلة، بالنسبة لوقت صلاة العيد يا شيخ، هل هناك وقت محدد؟ أيوه، صلاة العيد اللي يبقى ارتفاع الشمس قدر مترين، وبعد ذلك حل صلاة العيد، وقتها يمتد لي قبل صلاة الظهر بفترة. طيب السؤال المتكرر يا شيخ، ربما يعني يصادف غدا أول أيام العيد، ربما إلى الآن لم تتضح الرؤية، لكن حيكون جمعة، الناس يسألوا يصلوا جمعة ولا يصلوا عيد ولا يصلوهم الاثنين؟ جاء العطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا العيد ثم رخص بالجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي، وفي رواية إنا مجمعون، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص بالجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، وفي حديث ثاني وإنا مجمعون، يعني إحنا هنصلي الجمعة. ولذلك العلماء اختلفوا في الحديث على قولين مشهورين. طيب تسمح لي اخذ اتصال بعدين نرجع للقولين؟ احسن. طيب عبد الجليل تفضل يا عبد الجليل عشان ما اطول. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا بسال عن ستود، ارنر عن ستود. ايوه. في واحد قال لنا ستود ده ممكن تصومه يعني لحد قريب رمضان الجاي. قال 6 من شوال دي قال الأمر فيه وسعة يعني، قال لو قال في شوال ده يكون شهر شوال بس. طيب يلا الرأي في الكلام ده. حاضر تسمع إن شاء الله الإجابة، شكرا جزيلا. هناك قاعدة تقول لا اجتهاد مع نص. أي صحيح. الأخ عبد الجليل كان عنده سؤال، لكن لعلي ناخذ القولين بديت العيد. نعم. أي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص بالجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، الرواية الثانية وإنا مجمعون، يعني نحن حنصلي الجمعة، معناته الإمام بتاع المسجد يصلي الجمعة حتما. أما صلاة الجمعة العلماء في قولين مشهورين، القول الأول قالوا زول صلى العيد خلاص بقى صلاة الجمعة عنه سنة، ما يصل لها ما بنقول له تركت الفرض، يصل لها ياخذ سواء، صلى الظهر بس ما بنقول ما بنلوم ليه ما صليت الجمعه، دراي. الراي الثاني قالوا الكلام ده رخصه ليمنو للناس البعيدين في الخلا، زول عنده بهايم رعاه في الخلا، عنده متر في الخلا، عنده مزرعه في الخلا، عنده لوري بيجيب الخرسانه من الخلا، ده صلى العيد، ثاني يقول له تعال صلي الجمعه فيها مشقه. انت صليت العيد خليك في مع غنمك في الخلا صلي الظهر. ده يبقى خدنا من الراي الاول صح، خدنا من الراي الثاني صح. الحمد لله. طيب بالنسبه لي عبد الجليل يقول في ناس قالوا من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال فكانما صام الدهر كله، الحديث ده قالوا ممكن تقدر تصومه لحد شوال الجاي. اي ده بس ده بس خالف تذكر بس. يا بقول لك خالف تذكر عادي هنا. الحديث واضح زي الشمس. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ثم على التراخي
ثم 4/6 من شوال، 6 يوم ليل من شوال. ممكن يقول كلام متأخر السنة ده حرفه، كان يقول ممكن تصوم لغاية آخر شعبان، ممكن تصوم العشرة الأواخر من شعبان، 6 يوم ديل. المهم شوال، المهم 6 شوال، 6 شوال ديل تصوم من قبل شوال ما يمشي. صمتين أول شوال ماشي، في نص شوال ماشي، في آخر شوال ماشي، لكن تأخير للسنة ده كلام يعني مخالف للنص. وبعدك هنا ده في بعض كثير بناتنا الواحد تكون فطر 6 يوم في شوال في رمضان، وتي تقول لك أنا بنية واحدة أصوم السدود والقضاء، هل يجزيها؟ هنا بعض العلماء قالوا يجزيها، لكن لو رجعنا لنص الحديث إنه ما بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث، الامتياز الوارد في الحديث إنه ما صام رمضان 30 يوم وصام 6 من شوال الجملة كم؟ 36. نضرب في 10 بقى كم؟ 360. عدد ايام السنه كم؟ 360. لكن لو صام رمضان سدت 6 يوم، صام 6 يوم في شوال، سدت الشرمه بتاعت رمضان يبقى صامت كم؟ 30 يوم. 30 يوم نضرب في 10 بقى كم؟ 300. ويننا 60. مشيت. هنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا هنا. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. قال تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتان على أن تؤجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. أشرح الآية. والسؤال الثاني: مدى صحة القول يوم صومكم يوم نحركم؟ والسؤال الثالث: الشجرة الملعونة وشجرة الزعوم هل هما شيء واحد وما هما؟ وجزاكم الله خير وكل عام وانتم. الشجرة الملعونة والشجرة شنو؟ الشجرة الملعونة وشنو؟ وشجرة الزعوم. الزقوم. الزقوم. طيب حاضر. شكرا جزاك الله خير. شكرا جزيلا. بالنسبة لسؤالها الأول تقول ما سيدنا موسى لما جاء المؤمن قال يا موسى أخو رجال في الناس دي بتأمر أن يقتلوك. سيدنا موسى خرج طوالي ومتجه لشعيب بلد مدين، ماشي حفيان لا شايل زواده ولا شيء، 7 أيام لا اكل ولا شرب. يا سلام. لما وصل مكان بير بتاع شعيب الناس بيزقوا بير واحد والمز يغرب يزقوا، في بنات ماسكات غنم من بطرف وفات، سال انت حكاتك ايش؟ وقال لا نسقي حتى يظل الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني ابونا كبير في السن ما بيقدر يزاحم يشيل الموي يسقي لنا بهاي. يا سلام. ننتظر الغد ما يفوت وبعدك نحن نسقي. طوال سيدنا موسى ما ربنا اداه القوه، في حجر ما بيشيلوه مغطي بيدير بير خاصه. الحجر ده مشيلوه ل 10 انفار. سيدنا موسى شال الحجر زحه ونشل الموي زق الكبالين زق بهايمن. اي زقاه بهايمن ومشى. وبعدك مش قاعد في ظل الشدر قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يا رب انا جعان. شو سيدنا موسى كان يقول للبنات دي انا موسى قلت لك غنم كين امشي نقول لامك انت ترسل لي احترقت كسر انا جعان. لكن ما شك ما بيشكل الا لله. قاعد في ظل الشدر ربي اني لما انزلت الي من خير فقير انا جعان يا رب. سأل ربنا المالك لكل شيء. البنات دي المشي اللي ابوين حكى لهم قص طوالي قال امشي نادي طوالي. جات واحدة تمشي بحياة مستحي لابسة هدوم مسمى مستترة، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلاص قال لها أنت مشي قدام وريني البيت. هي ماشي قدام الهواء بيجي يزيح هدومه، قال لها امشي وراي وصف لي البيت. مشت وراي وصفت لي البيت. لما وصل هناك وحكى له القصة قال له نجوت من القوم الظالمين. بعدين قال لنا داير أجرك تلقى لي الغنم لمدة 10 سنة 8 سنة سميت 10 ما في مانع. مقابل هنا مقابل كده عرس لي الكلام ده قال له داري اجره. بنته قالت لي يا ابتي ان خير من استاجرت القوي الامين. كيف عرفتي قوي امين؟ قوي الحجر 10 رجال ما بيزحوا من البير زحى. امين انا ماشي قدامه وقال لي امشي وراي. اي قال له دار على سبتي مقابل الصداق انك ترعى لي الغنم لمده 8 سنة تميت 10 ما في مال. يا سلام. احد اللي هي قصه باختصار شديد قصه سيدنا موسى. نجي للشدر الملعون، الشدر الملعون اللي هي شجره الزقوم. قال تعالى: ان شجره الزقوم طعام الاسيل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم دي من قدرة ربنا انها تنبت وسط جهنم. سبحان. شوف النار مش تحرق الشدر،
بقدرة ربنا نار جهنم الحرارة قدرنا الدنيا 70 مرة الشدرة تنبت فيها تطلع شدرة وسط إنها شجرة بأصل الجحيم وصل من جهنم تتغذى بنار جهنم. لكن السمر بتاعها ما في أقبح من منظره، ما في أحسن من ريحته، ما في أمر من طعمه ده. وهنا قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الكافر المشرك الملحد ده طعامه في نار جهنم شجرة الزقوم، أي ما في أقبح من مزرة، ما في أحسن من مرة. لا إله إلا الله. نجي معك مبامل كده في الشجرة الطيبة نذكرها والله نخليها بعد الفاصل، بعد الفاصل نشوق الناس للحاجة الطيبة. وكمان هي عندها سؤال تقول يوم صومكم يوم نحركم، بعد الفاصل كذلك. فاصل قصير أيها المشاهدون، ثم نعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله من جديد، ما زال الحديث متصل مع فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن حول أحكام العيد. حياكم الله من جديد يا شيخ. بدأت بذكر الشجرة الطيبة وخرجنا فاصل. أي شجرة الطيبة، قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشجرة الطيبة اللي هي المؤمن. ولذلك قالوا الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله لما ترسخ في قلب المؤمن تتوهب، تخلي المؤمن ده زي شجرة النخل، زي شجرة الطيبة تأتي كلها كل حين. والمؤمن وصف شبه بشجرة النخل. ولذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فهي كالمؤمن حدثوني ما هي. يا سلام. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي إنها النخلة فاستحيت، ثم قال يا رسول الله حدثنا ما هي، قال هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. أن الرسول طرح السؤال ده إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فهي كالمؤمن. عبد الله بن عمر ولا الصغير قال إنه وقع في نفسه إنها النخلة، لكن الصحابة في كبار الصحابة عمر الخطاب وبكر وسرح وشدر الخلة الصنط والطرف وإيه، قال خجلته وهم جاوب الناس الكبار دي الحريون. بعد ذلك عبد الله كلمت أبوي عمر، قال لي أبوه قال يا ريتك كنت كلمتك كنت أجاوبت على السؤال ده، كان الرسول دعا عليك. يا سلام. هاي هي النخلة، يبقى المؤمن زي شجرة النخل، وشجرة النخل دول حاجة من أطيب الأشجار. أول حاجة منظرها سمح وظلها سمح، وبعدك ما بتأوي فيها الحشرات الضارة، وبعدينك الاسمه ده تشبه المؤمن، لو قطعت رأسه تموت. أسي شجر قطعت من فوق تتفرع تاني، شجر تنيمي قطعته تقوم تاني، لكنك قطعت راسه متو. بعدك الغذاء بتاعه زي المؤمن، الشجر الثاني الغذاء بتاعه باللحى البره، أما العظم جو عظم، لكن الغذاء الموي تطلع من اللحى، لكن شجرة النخل الشرايين بتاعه جو العظم النخلة زي المؤمن تشبه المؤمن. بعدين خير عميم، الخير بتاعه مستمر، الزول عنده يقول 100 نخلة ما بيفلس، خلف ريال على ريال ما بيفلس. لما التمر بتاع في الموسم النخل ده عبى في شوالات، باع منه هو مصاريف، احتاج لأي حاجة من الشتل الصغار ده يبيع يطلع مصاريف، الكروب يطلع مصاريف، الجريد يبيع يطلع مصاريف، العريون رب يطول الورتاق يطلع مصاريف، العشميق في تلوب الحمالة رب يطول بهايم يطلع مصاريف. سبحان الله. هاي خير كثير، يعني الناس اللي كان عنده نخل ما أصلا ما يفلس. وبعدين التمر يأكل السنة كلها ما بيعفي ما بيخسر، سبحان الله. إلا إذا كان في السوس مع الرئيس لو عرض لي حاجة ملوس، سبحان الله. دي النخلة تشبه المؤمن، خيره كثير ومنفحته كثيرة، ومنفح خيره كثير للناس كذلك شبه بشدة النخل، وترمى بالحجر وتنزل الثمر الثمر. بعدين لابد المؤمن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام شبه بشجرة النخل، لابد المؤمن ده يكون زي شجرة النخل. شجرة النخل ما بتضر الناس، بالخير للناس، المؤمن كمان ما يضر الناس. لو ضر الناس يبقى بقى زي الشجرة الثانية، شجرة الخندق. كانت هنا عندها سؤال تقول بالنسبة لحديث يوم صومكم يوم نحركم،
أدق كلام ساكت، ما 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 بلا حديث ولا أثر، كلام بتاع ناس. طيب لعلي أخذ بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج. هذا سائل شيخي يقول عندي شيك من زول مسجون، الشيك من 2013، هسي قلنا نصل لتفاهم، قيمة القروش اختلفت من الخمس سنين دي، خصوصا انه المبلغ كنت محوله بالعملة الصعبة وفكيته سوداني في 2013، لو شلت اكثر من قيمة الشيك بحكم التعويض وعامل الزمن هل هذا جائز؟ لا ما بيجوز، ما بيجوز، لان القاعدة الأصولية تقول شنو؟ الديون تسدد كما هي، الديون تسدد كما هي. زول مدة 20 سنة سلف من زول مليون يرجع له مليون، لا زايد لا ناقص، لأن القاعدة بتقول الديون تسدد كما هي. إلا من عنده زول مدة 10-20 سنة سلف له هو 5 مليون من زول، أسأل 5 مليون مع ما قيمتها يمكن تساوي له 10 جنيه ولا أقل، لأنه قيمتها نزلت، لكن اللي سدد الخمسة مليون كت لا زايدة لا ناقص، لكن من عنده كرما من عنده الخمسة مليون دي زمان 20 سنة كانت قروش كان بتجيب شيء، أسعى الخمسة ما بتجيب شيء، أنا أديه الخمسة أديه ومن عندي أدي 20 مليون زيادة تاع هنا تكريم ليه، لكن القاعدة بتقول الديون سدت كما هي. أحسنتم. حسن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن أحمد سعد رئيس المسجد إيجي أبو مصير نموذج. مرحبا يا حسن. السؤال الأول بالنسبة للجمعة وبالنسبة لصلاة العيد، إذا كان في ناس مثلا في غير جملة ما عندهم مسجد بيجوا بالعربية يصلوا العيد، هل ينتظروا يصلوا الجمعة ولا ما عندهم جمعة يلبسوا طوال يمشوا يرجعوا طوال؟ طيب ده السؤال الأول. السؤال أو السؤال الثاني بالنسبة للفطرة، إذا كان الفطرة اللي في دول قروش متأخرت ما انصرفت ولا في مصلحة ولا في أي حاجة، أها داري بقين عليها، هل جايز بالنسبة للفطرة؟ طيب السؤال الثالث، بنات بنيان أعلى من المسجد، هل عليه حاجة؟ مسجد الغريب. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ لمن يأتوا من مكان بعيد لقرية حتى يصلوا صلاة العيد، هل ينتظروا حتى صلاة الجمعة ولا يكتفوا بصلاة العيد؟ الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، وفي حديث ثاني قال إنا مجمعون، يعني إحنا حنصلي الجمعة، يعني رخص في الجمعة، في الجمعة قالوا إنه الزول صلى العيد سواء كان من البعيد أو من قريب، صليت العيد ما جو صليت الجمعة لا حرج عليك، صليت الظهر في أي مكان خلاص تكفيك، صلاة العيد أصبح السنة، جو صليت ما في مانع، ما جو صليت من يقول لي من صلى رخص في الجمعة. ده رأي. الرأي الثاني قالوا الرخصة دي ما للزول المقيم في المدينة، الرخصة دي للناس اللي في الخلا، عنده متر في الخلا، عنده مزرعة، عنده بهم يرعى في الخلا، عنده لواري بينقل التراب من الخلا، ده نقول صلى العيد ما نقول له تعب صلي الجمعة، صلي الظهر في قريتك هناك في مزرعتك. طيب أخذ اتصال بعدين نرجع لأسئلة حسن الأخرى. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحب بك، تفضلي. الله يبارك فيك. انت بنتي قاعدة ارسل لها قوس علينا قال لها فن ستي ام القوس المتولده. عندك شنو؟ انت بنتي راجلة قال لها فن ستي ام قروش من امك تنطلق، في واحد. السؤال الثاني كان شلتي من امي قروش؟ كبير شديد يعني نقول لها ما تجي السوق، تجي السوق تغنى تشحت. احنا كلام زي ما دايرين مليا وكلمنا معاك قلنا معاك في الليكم. ام محمد قولي سؤالك الثاني. حاجتي ايوه امي انا ايوه امي والدتي يعني تمشي السوق بتنقل تشحت، واحنا ما دايرين ما محتاجين الى حاجه، نقول لها ما تمشي حاجه تشحت دي تشحت دي العمليه، انا معاك سؤال بس مو قصه من الحاجات اللي كانت سالتيني معاكي منك. طيب حاضر ان شاء الله، شكرا يا ام محمد، شكرا. حسن كان عنده يا شيخ سؤال يقول بالنسبه لمن يتدين حتى يدفع قروش زكاة الفطر. زكاة الفطر إذا كان هو عنده رصيد، عنده قروش جاياه، عنده حساب بالبنك لكن ما عنده الكاش، يبقى ذا يستلف يطلع زكاة الفطر، لأنه ما عنده الكاش، عنده قروش موجودة لكن القروش دي بعيدة منه في البنك والبنك مقفول. الراتب يتأخر. يستلف يطلع زكاة الفطر، أما الزور يزق اليوم باليوم،
هذا ما لا لا ما يوم تقول باكر العيد ما عنده خلاص قطط عنه. البنيان الذي يكون أعلى من المسجد هل في حكم؟ لا ما في حاجة ما في عمارات ناطحة السحب وسط المساجد ما في أي شيء. نعم. أم محمد تقول زوج بنتها قال لها لو شلتي من أمي القروش أنت طلقانها. لا حول ولا قوة إلا بالله، تلاعب بالدين كذا الدرجة دي. ما يقول لها ما شيل قروش من أمي. شلت قروش منك عاقبه باي طريقه ثانيه لازم بالطلاق. خطه الطلاق شرع الله ياخذ شماعه لتحقيق غرضه. طبعا هنا ده اسمه الطلاق المعلق، والنص يقول لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه. يقول انا اساله اذا قصد الطلاق وشالت قروش وقع الطلاق. وقال لي قصد يحددها ما يقع الطلاق، لكن نقول ننصح الناس اخواننا عقد الزواج ده عقد مقدس. قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ العقد المقدس. انت لما تزوجت البنت دي قعدت في مجلس موقر محترم فيه ناس كبار، والمازون مسك الدفتر بتاع المحكمه الشرعيه العليا ولقنك الشهاده لوكيلك بسم الله الرحمن الرحيم زوجتك موكلتي فلان الفلاني على كتاب الله وسنه رسوله وعلى الصداق المعلوم بيننا وقد اشهدنا على ذلك والله خير الشاهدين. كذلك الوكيل رد عليك، يبقى دي عقد مقدس ما ندخل بالهضارات والحلح المشاكل بالطلاق يا اخوان. الزول العاقل بخاف على عقيدته على ايمانه ما يجيب سيره الطلاق ده على لسانه خالص، الا الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق، الا الحياه وصلت بطريق مسدود بين الزوجين بعد ذاك التلفظ بالطلاق كلمه واحده بس. هاي لكن تدخل الحليفه بالطلاق وبالحرام ومسويت كده انت طالق وعملت كده انت طالق، تلاعب بالدين يا اخوان الكلام ده ما بي. طيب ده بعدك ورطك في حاجه من داخلك النار. لعلي اخذ اتصال بعدين نرجع لسؤال ام محمد الثاني. نور الدين السلام عليكم. نور الدين تفضل. هلا مرحب بك. صحيح. سؤالك؟ هلا سؤالك يا نور الدين. نور الدين معانا؟ طيب ريثما يعود نور الدين لعلي اخذ سؤال الأخت أم محمد. تقول عندها أمها بتشحد. أيوة. وتكلمنا معاها وما دايرة تسمع كلام، وقالت لهم كم كانت تكلمتوا معي معها في عليكم. ما دي كبرت ولا صغير يا أبو لعبتهم كبرت. غالبا تكون كبرت. كبرت هاي يبقى الحالة تنصحوها بعدك انصحوا الناس اللي تمي تشحد منهم دي. والأخوان أنتم عارفين أمي دي وصلت مرحلة من الكبر قد تكون في خرف مبكر او خرب حقيقي. لو شحدت منكم قروش ما تدوها خالص ما تدوها. احيانا ممكن تمشي السوق وناس ما بتعرفهم وكذا يعني. مشكله دي كمان يا على اي حال اذا كان ما جابت قروش من برا عرفتها جابت بشيش اسحب القريده منها وصدقوها للمساكين. احيانا ما بتكون محتاجه لها كما قال. هاي ما بتكون محتاجه لها بناتك كان محتاجه لها ما كان قال كذا. طيب استاذنا اخذ اتصال من برانكو. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابك رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. الله أكرم وأنت بألف خير إن شاء الله. بجعل الشيخ في صلاة العيد كل الناس ما شاء الله بيباركوا العيد مع بعض وخاصة المتخاصمين يوم العيد ده الواحد يكتب العفو والعافية وما شبه ذلك. وبعد يومين ثلاثة يوم الواحد في الشارع السلام ما يدي لأخوه دول المتخاصمين. عفتونا عن ذلك وشكرا لكم جزيلا. شكرا. يقول بالنسبة لأول يوم العيد الناس بتسلم على بعض والعفو والعافية وغيرها من أو غيرها من العبارات، لكن بعد يومين بيرجعوا ثاني للخصام. هاي لا طبعا في الحالة دي لما يعفو يعفو مرة واحدة ظاهرا وباطنا. أيوة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن يعفو بخشمه والقلب غمران ما بينفع، لازم العفو يكون ظاهر وباطن. نعم. طيب شيخ هذا السائل يقول أنا مداوم في أول يوم في العيد وما حأقدر أصلي صلاة العيد. مداوم شغال خلاص يصلي على تسقط الجمعة. هي طبعا سنة صلي الجمعة بس. طيب هذا السائل الشيخ يقول بالنسبة لمن فاتته التكبيرات هل يأتي بها ولا يكبر تكبيرة واحدة بس؟ لا يأتي بها. أن فاتته تكبيرتين
لما الإمام تم الستة تكبيرات في الركعة الأولى هو فاتنا بتكبيرتين يجيبن بسرعة كده، الله أكبر الله أكبر بصوت منخفض كده، ومن فاتته الركعة يأتي بالتكبيرات والركعة. نعم. أبا بكر من الزيداب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك يا أهلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يحييك، إن شاء الله بخير. تفضل. حييك وحيي شيخ محمد. الله يحييك الله يحييك، تفضل. يا حين دفع علينا الأول، السؤال الأول بسأل عن زكاة الفطر في حالة دول ما عندي دفع نهائيا اليوم لليوم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. أيوة السؤال الثاني. السؤال الثاني، احنا عندنا غوره جنبنا هنا مجاوره فيها اذان، ونحن برضه عندنا مسجد فيه اذان، من الاذان ده كان قبلنا بسنتين ولا ثلاثه زي ما قطعوا، بيقول لك اللي عايزين الاذان اللي نحن يعني في اذانين مختلفين. ايوه ما نفس عليه، في اذانين مختلفين مش كده؟ ايوه اذانين مختلفين، وبعد مرات لازم نسوى. طيب تسمع ان شاء الله. شكرا. أيوة. يا أبا بكر شكرا. بالنسبة لمن لا يمتلك يا شيخ قيمة زكاة الفطر تسقط عنه؟ ما هي سقطت عنه ما دام يقول باكر العيد ما عنده خالص، إذا عنده رصيد يستلف، ما عنده رصيد رزق اليوم باليوم سقطت عنه ما عليهوش، عفى الله عنه. يقول في قرى مجاورة عندنا بتأذن يعني يعني بأوقات مختلفة، هم يفطروا ويمسكوا معياته مع انه يعني افضل واحد يعني. معياته هم زاني واحد يأذن والثاني بعد خمسة دقائق يأذن، شوفوا يعني يعانوا الساعة بتاعتهم أكثر زول منضبط هاتوا فيهم. طيب هذا سائل يا شيخ يقول هناك بعض المناظر الموجودة في العيد بينسوا إنه كان قبل يوم في رمضان من اللبس الكيف كيف والبهرجة العاملة كيف. طبعا في العيد من الفرح والبهجه زول يحلى يلبس احسن ثيابه، لكن تكون الثياب الشرعيه. مبارك من ام درمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. مرحب بك. يا اخي قبل سنتين كده معي زميلي كنا في السعوديه. ايوه. وفي حاجه كده وقعت منه شنطه، شال الشنطه بتاعته ومشى شال الحاجات اللي فيها وجاب جدع. طيب يا مبارك اسمعني من الهاتف. اي نعم. بعد ما شال الحاجات اللي فيها بعد ذاك قام انا شفته وما تكلمت معه، لما جينا راجعين السودان في السودان قال لي يا اخي انا والله حاضر مني كده كده ومتاسف. طيب والشنطه والحاجات دي شالها من منو؟ شالها من حاج وقعت منه بس الواطوه وشالها. طيب ليه ما تكلمت في لحظتها انت؟ انا ما زاعد مقطع ظلف بغالي في مخيم ثوان 806. طيب المسافه بعيده شديد جدا والناس كتر. طيب السؤال تحديدا سؤالك تحديدا بالنسبة انك انت ما وريته في لحظتها ولا انه هو جاء حكى ليك بعدين؟ انا ما وريته وما تلاقيت معه الا في السودان وهو قام وراني الحاضر. طيب انت تلاقيت مع الزول الشال الحاجات مش كده؟ تلاقيت معه هنا في السودان. طيب شكرا جزيلا يا مبارك. طيب مبارك يقول هو شاف زول وقعت منه حاجات ربما قروش او حاجات زي دي، في زول ثاني شاله. مبارك شايف الحاجات دي وما ورى الزول الوقعت منه الحاجات. ايوه في حاله زي دي حاله يوسم لما اخوه مسلم يلحقه طوال يا زول الحاجات دي وقعت من الزول قدام ده يا فلان البريده وقعت منك شيل وديها، كان المفروض يكلمه كده شاف الحاجه منكر بعينه ما غيره. طيب وفي حاله زي دي يا شيخ الزول شال الحاجات دي؟ شال الحاجات دي طبعا يوسم لان حاجه ما حقده، شافها حقه اخوه المسلم وقعت منه او اي زول ثاني وقعت منه ما حقه، كان طوالي يبلغ ويروح يوديها اياه، دي امانه يبقى خان الامانه. طيب لو تاب الزول شال الحاجات دي وداير يرجع الحاجات لا يرجع لها، لو يقدر يرجعها يرجع، ما يقدر يرجعها يصدق بها. من شروط التوبه انه يرجع الحاجات دي لصاحبها، عجز ما يعرف صاحبها وين يصدق بقيمة المساكين. طيب اخذ اتصال من الربع. محمد صديق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. كل سنه وانتم طيبين يا وانت طيب يا رب. بالنسبه لي
بالنسبه للفقه السر؟ بالنسبه للفقه هاي زكاة الفقه ايوه انا عندي ولد بنتي انا عندي ولد بنتي قاعد معي البيت من ما ولد يعني معي طوالي يعني حتى الان معي ايوه هل الزكاة دي واجب علي انا؟ طيب حاضر ان شاء الله اي بارك الله فيك شكرا يا محمد ولد بنته يا شيخ قاعد معهم في البيت هل يخرج عنه؟ ولد بنته لا ما ولد بنته ممكن اخرج عنه لان واجب علينا فقده ان ولد بنته ما يدي زكاة فطر وتطلع عنه زكاة الفطرة نزل يطلع عن نفسه وعن ولاده وبناته ده ما بيعتبر من ولاده أساسه طيب هذا سائل يا شيخ يقول بالنسبة لزكاة الفطر يا شيخ هي للصائمين طيب الشفع الصغار الما صائمين ديل نطلع عليهم ليه ده الشرع قال كده الشرع قال يطلع زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين هو الحديث عمهم كله كبير صايم ما صايم من دم من تحت كفالته يطلع زكاة الفطر شوف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين حتى دول النهارده مش بكره العيد لو ولدوا لهم مولود هسه يطلع له زكاة الفطر يعني عندنا زميلنا انس جابوا له الليلة الظهر بنية بس يطلع له بكره يطلع عليها زكاة الفطر, الفطر أي. طيب بالنسبة يا شيخ لي يعني من يصر ويستكبر على عدم صلة الرحيم وعدم فك النزاع والخصوم والخصام كذلك في العيد النصيحة التي توجهها له بدل الزول بيعاند في فرق بين الزول بيرتكب المعصية عن جهالة وحاسس بظلم وبين الزول بيعاند أبونا آدم من حواء خالف أمر الله يأكل من الشجرة لكن لحق نفسهم بالتوبة والاستغفار ربنا قبل توبتهم إبليس أبا ما يقول لأبونا آدم تكبرا قال أسجد لمن خلقت طينا تكبر ولذلك ربنا لعن وطرده المعصية لازم الزول لما يرتكبه ويحس بألم المعصية ويتأسف تمحى المغفرة أما اللي بيرتكب المعصية يصر عليها ويعاند فيها هذا عاد بقى تاريخ المغفرة له صعبة أستاذنك أخذ اتصال من الدامر صلاح السلام عليكم ألو مرحبا يا مرحب صلاح تفضل كل عام وأنتم بخير وأنت بخير يا رب يا اخي انا بسال علي حالف ثلاثه مرات تقريبا ولا حاجه زي دي حلفت بالله زول مثلا ما امشي الحته الفلانيه معه مثلا او ما اعمل الحاجه الفلانيه دي بقت عليه طبعا هنا وانا ما مستطيع مثلا طيب حتى دي بس من مرتبات بتجيني بصرفه في البيت هل علي حاجه ثانيه وما بقدر افعل خلاص ثاني ما تحلف ولا تنذر نعم حاضر تسمع الاجابه شكرا هو قال هو قال بيحلف يا شيخ وكل مرة ما بيقدر يعني يوفي بحلفه يعني أو بنذره يعني طبعا النذر ده واجب الوفاء به والحليفة واجب الوفاء لكن في يمين لغو ويمين منعقدة يمين اللغو فلتت منه حلف بالله هذه يمين لغو ويستغفر بس أما اليمين المنعقدة حلف بإصرار بتأكيد حاصل والله العظيم كده بتأكيد ده إذا أحمس يطعم 10 مساكين هو ما ذكر لأنه حليفته من شنو من اللغو ولا من المنعقد إنه بينا لي اثنين إذا حليفتك فلتت من خشمك عزمت ليه يقول والله تتغدى معانا وتعشى معانا وطلع ما تعشى ولا تغدى دي من اللغو تستغفر قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان اللي حلب بالتأكيد حلب بالله ما يأكل الشيء الفلاني يأكله يطعم 10 مساكين بهذه الإجابة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة كل الشكر بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن الذي تولى الإجابة على أسئلتكم على مدى شهر رمضان كاملا سعدت من خلاله بصحبته عبر هذه الحلقة وغيرها من الحلقات الفائتة نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وإياكم على الطاعة كذلك شكر موصول لكم أنتم أينما كنتم على حسن المتابعة ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك كم من جديد ثياب دينه خلق
تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، ومن مرقع الأطمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض حين هلك. هذه تحياتي محمد عثمان والفريق العامل، نراكم على خير في أمان الله.